ربيع معتدل عم بيسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ومستمر على الحال لليومين القادمين. تفاصيل كلها ما بعد فقرة صورة وشمسية. بذكركم بموضوعنا لهالشهر هو الزهور، بعتونا صوركم واربحوا معنا. هلا بننتقل على الدول العربية لنشوف كيف عم بيكون طقسها، ومنبلش جولتنا بتونس 26 درجة، الرباط 25، الجزائر كمان عم بتسجل 25 درجة، بغداد 38، دمشق 31، عمان كمان 31 درجة، وبنختم مع الكويت 41 درجة، الدوحة 38، اما الرياض كمان عم بتسجل 38 درجة. هلا بننتقل على لبنان، الساحل اللبناني عم بتكون الحرارة فيه مستقرة وبتوصل لل 27 درجة، اقصاها 17 درجة ادناها، بالنسبة للجبل 24، اما بالداخل بتسجل 27 درجة. تفاصيل اكثر بنروح على الخريطة اللبنانية ومنبلش جولتنا بعكار 25 درجة، طرابلس والكورة 26، الارز 18 درجة. الهرمل 27، القاع 25، بعلبك 27 درجة، ضيق 26 درجة. نوصل على جبيل 26، ميروبة 19، جونية وبعبدة 27 درجة. بيروت كمان عم بتسجل 27 درجة وطقسة قليل الغيوم. زحلة 27، شتورة وعنجر 26 درجة، مشغرة 25. جزين 24، رشيا 23، مرج عيون 25 درجة، وبنختم بالمناطق الجنوبية مع صيدا، سور وقنا 25 درجة. بكرة طقسنا قليل الغيوم إلى غائم جزئياً لتوصل حرارة أقصاها على الساحل لل 27 درجة، أدناها 18، بالنسبة للأحد 29، أما نهار الاثنين بتنخفض ل 23 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين الأربع درجات و 18 درجة. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية، تصبحوا على ألف خير.